وأوضح الرئيس السيسي أن حديثه يستهدف أن يكون المواطنون على علم بتفاصيل ما يحدث، مؤكدا أن الدولة تعمل على الحفاظ على الأسعار. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن أسعار الطاقة في الدول الأخرى زادت بنسب مرتفعة، مما أدى إلى زيادة متسارعة في أسعار السلع والخدمات بالتبعية. النقاش ده الهدف منه أنك أنت تعرف يا مواطن إن كان قبل كده 3 دولار و4 دولار و5 دولار للوحدة، مش كده؟ بتاعة الغاز، النهاردة بنتكلم في 20 و21 دولار. طب أنت لو أنت الكهرباء اللي كانت بتولد وكانت أقل من تكلفتها بتباع للناس في الوقت ده اللي هي اللي بتتكلف 4 دولار، طب لما بقت 21 تساوي كام؟ هنا اللي بسجله للدولة إن ده أقصى حاجة ممكن نعملها عشان الأسعار ما تقفزش وعشان نحافظ على ظروف الناس محدودي الدخل. ظروف محدودي الدخل. فأنا بس برجع مرة تاني للنقطة دي وأقول تصوروا إن إحنا كنا هم بره بيعملوا إيه بقى؟ الموضوع على طول يعني الطاقة زادت الحاجة تزيد. وبعدين دي تسمع بقى في كل الـ يعني المنتجات ووسائل النقل فتغلى الحاجه فالناس تحس ان في تضخم كبير. احنا هنا ما عملناش ده.